مساء الخير. طبعا كلنا النهاردة جايين عشان نسمع المطربة رحمة. صوت مصري حرمتنا منه بوجودها معظم الوقت برا مصر، بس رجعت لبلدها تاني. توعد المرة دي ان هي مش هتمشي، مكملة معانا بعد ما عودتنا على اغانيها الحلوة فترة من الزمن. انا شخصيا كنت بسمع كتير قوي من اغاني رحمة، كانت بتعجبني. هعرف رحمة في سطور كده. رحمة مطربة مصرية، أول ألبوم ليها ينساني ليه؟ بعد كده اختفت. رجعت فجأتنا تاني بإحساس عالي في ألبوم أنا ليك، ولما ظهرت لنا من أسبانيا على لانش أبيض بتصوير بديع لأغنية أنا ليك. واختفت فجأتنا تالت مرة، وقلنا بقى خلاص مش هتمشي، التالتة تابتة. ظهرت ظهور مميز وكان غير متوقع في كليباتها كالعادة. كليب ازاي انساك صورته في مصر. ازاي انساك وانا ليا معاك، ايام من عمري بتستناك. ورجعت تاني واختفت، والنهارده رجعت قالت لنا من دار الاوبرا المصريه هنا الصرح الكبير، اكبر مكان بيتمنى يقف عليه كبار الناس المطربين العظام. قالت لنا انا مصريه مش هسيب بلدي تاني ولا هسيبكم ابدا ابدا. هنصدقها المره دي وهنقول لها الف حمد لله على السلامه. مبروك رجوعك لينا وخليكي معانا. هنستمتع كلنا دلوقتي بصوت الفنانه المصريه رحمه. بتمنى لكم سهره سعيده مع رحمه. ينساني ليه حبيبي ينساني ليه، هو الهوى الهوى لعبة في ايدي، كان عشو بعينه دنا قلبي خلاص، لدي له نور عيوني قديه لتنين، ان كان عشو دنا قلبي خلاص، لدي له نور عيوني قديه لتنين. وزيده مصر يا حبايب مصر.